السلام عليكم اخواتي، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. اليوم غنتشارك معكم الطريقه ديال تحضير لي ميني كيك بطريقه سهله ومذاق القهوه والكاكاو. بصراحه كيجيو رائعين ولذاد وبكلاصاج سهل ورائع. تابعوا لا فيديو ان شاء الله غتستافدوا، ودابا نبداو على بركه الله. والمكونات اللي غنحتاج باش نحضر لي ميني كيك: عندي بيضه واحده، وعندي الطحين على حسب الخليط، وعندي واحد الملعقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، وعندي واحد الشاسي فاني، وعندي واحد الشاسي ديال الخميره ديال الحلويات او البيكينغ باودر من فئه 7 غرام، وعندي واحد الشاسي ديال الكاكاو. ممكن تستعملوا الكاكاو ديال العبار. وعندي نصف كاس ديال زيت نباتيه ونصف كاس ديال السكر سنيده، وعندي واحد يوغور دانون بنكهه الفاني او زبادي بالنسبه للدول العربيه. ودابا بسم الله على بركه الله غنبدا. فانا وضعت قبصه ديال الملح، ودابا ضفت الزيت النباتيه وسكر سنيده وغنضيف بيضه وملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. ونضيف دانون ونضيف شاسي فاني ونخلط العناصر اللي عندي. نخلطهم مزيان بالطراب اليدوي، وممكن تستعملوا حتى الطراب الكهربائي، المهم تخدموا العناصر ديالكم مزيان. صراحه غنوجدوا هاد لي ميني كيك ساهلين، طريقه سهله ومكونات بسيطه. كيف ما تعودتوا معايا دائما، فانا كنقدم وصفات بمكونات بسيطه وسهله. صافي خلطت العناصر ديالي مزيان، وغنبدا باضافه الطحين ونضيف الكاكاو باش نغربلو. فانا ضفت شاصيه ديال الكاكاو، وغنضيف خميره ديال الحلويات. صافي نغربل العناصر اللي عندي. صافي نبدا نكمل الخلط. فلي ميني كيك ديالنا كيجيو منسمين بالمذاق ديال القهوه السريعه ديال الذوبان مع الكاكاو. بدل الشاسي ديال الكاكاو ممكن تضيفوا معلقه كبيره ديال الكاكاو ديال العبار. وغنستمر نضيف الطحين. فالخليط ديال الكيك خصو يجينا شويه جاري، ما يكونش خاطر بزاف باش الكيك ديالنا يجي ناجح. غنزيد واحد الشويه. صافي فانا ما كملتش الكاس ديال العنبه، بقى منه شويه اللي استعملت في الخليط. صافي غنخلط مزيان. صافي بالنسبه للليمون ديال لي ميني كيك، فانا وجدتهم من قبل، دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالطحين. ونبدا على بركه الله نعمر.
ليمون ديال لي ميني كيك، فانا غنبقى نوضع جوج معالق كبار في كل قالب، غنوضع جوج ديال المعلقات كبار وما تعمروهمش مزيان باش ما يفيضوش. كنعمرو تقريبا نصف ديال الليمون، صافي غنكمل بنفس الطريقه نعمر ليمون كلهم اللي عندي. ودابا سخنت الفرن من قبل، صافي ندخلهم يطيبوا على نار مهيله يطيبوا ونرجع معكم. ودابا اخواتي صافي طيبت لي ميني كيك، كيف ما كتشوفوا معايا ما كياخذوش لينا وقت طويل، فكنخشيو موس بحال هكا باش كنعرفوهم طابو. تقريبا خداو مني 10 ديال الدقائق باش طابو، بصراحه كيجيو زويونين هانتوما، فكيتحيدوا لينا بكل سهوله، بصراحه كيجيو خفاف، كيجيو خفاف واسفنجيين. احسن خليط ديال الكيك هو هذا ديال الكاكاو والقهوه ديال سريعه الذوبان، فانا وضعت هنايا جوج. صافي غنستمر، وهنايا عندي 12 قطعه ديال الشوكولاته البيضاء ذوبتهم في الباماغي، وعندي واحد دانات من فئه 80 غرام غنخلطهم مزيان ونرجع معاكم. واكيد عندي واحد الخمسه ديال القطع ديال الشوكولاته السوداء، ومن الاحسن تستعملوا النوع ديال غالا فهو زوين. صافي غنذوب حتى الشوكولاته السوداء باش نزينوا بها. صافي نخلط الكلاصاج ونرجع معاكم. صافي كنوضع الكلاصاج فوق لي ميني طارت، بهذا الشكل بصراحة كيجي كلاصاج رائع. صافي وتناخد الشوكولاته اللي ذوبت خمسة ديال القطع، كنوضعهم في بلاستيك غذائي وكنبدا نزين بهم، كنخطط بشكل دائري كيف ما كتشوفوا معايا، كنتمنى يكون واضح لكم. صافي وكناخد واحد الكيغدون واحد العويد ديال السنان ونبدا نخطط في البلاصه قبل ما يجمد لينا الشوكولاط. صافي كنشكل بهذه الطريقه على شكل وريدات، طريقه سهله وكيجي زوين الكلاصاج، ونكمل بنفس الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني كيك بعد ما زينتهم، بصراحه كيجيو زويونين كيف ما كتشوفوا معايا. فبالنسبه للشوكولاط فهو كينشف، اما الكلاصاج فهو كيبقى كريمي وكيجي لذيذ. واي حاجه ما وضحتش في الفيديو، اي حاجه ما مشروحاش، خليوها ليا في التعاليق، وكنتمنى انكم تفاعلوا. دابا نقسم معكم وحيده، بصراحه كيجيو رائعين كيف ما كتشوفوا معايا، بصراحه كيجيو اسفنجيين وخفاف ورطبين. كنتمنى يكون واضح ليكم، هذا هو الشكل ديالهم، فهما كيجيو لذاذ وخفاف. وما تنساوش اخواتي الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك واشتراك وتعليق، وبارطاجيو لا فيديو باش تعمل فائده. ودابا كنقول لكم تهلاو في ريوسكم الى فيديو قادم ان شاء الله.